السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولادي بناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعمل النهاردة حاجة حلوة قوي، بقى لي مدة كبيرة ما عملتش حاجة. النهاردة أنا عندي معلقتين زبدة، عندي بيضتين، ربع كوباية سكر بودر، كوباية لبن، كوباية دقيق. نصلي على النبي يا جماعة. هنحط ايه في الخلاط؟ البيضتين، ادي الفانيليا، هنحط ربع كوباية السكر، هنحط اللبن، كوباية لبن، وآجي معلقتين الزبدة، ممكن تسيحيهم ممكن تخليهم كده، آجي كوباية الدقيق، وفي الخلاط إن شاء الله هنضربهم مع بعض ونرجع لكم إن شاء الله. وده عندي لون صحي علشان هلون الكريب اللي هعمله ان شاء الله. هعمل كيكة الكريب حلوة قوي وهتعجبكم ان شاء الله. نسيبكم بس دقايق ونرجع لكم تاني. كده حبايبي ضربت المكونات على بعضيها. انا عندي مصفى هصفي المكونات دي كلها. طبعا هي بتنزل ناعمة من الخلاط، بس ايه برضو نشوفها برضو يكون في حاجة كده ولا كده. خلاص كده ما شاء الله. عندي بقى هنا ان شاء الله لون وردي ان شاء الله. لون الوردي هحط نقطتين كده. كده سمكها حلو قوي. نتنقل بقى معاكم على البوتاجاز ان شاء الله وهنشوف هنعمل ايه باذن الله. كده حبايبي انا عندي طاسه على النار، هنحط عليها نقطه زيت، نقطه واحده مش كتير، وهندهنها كويس. ان شاء الله ناخد كبشة نقلبها على الناحية الثانية. ما شاء الله. ان شاء
اول واحدة لازم تبقى كده، مش هتترمى برضو دي. بسم الله ما شاء الله. مشكلة دي شوف لها حل برضو. حاجة نغطيها على نار هادية خالص. والله طعمها حلو. اديني طلعت واحدة يا جماعة، هنعمل التانية معاكم. ما شاء الله. هنعمله كله بالشكل ده يا جماعة ونرجع لكم. ادي كل ما الطاسة بتسخن النتيجة بتبقى احلى يا جماعة. ما شاء الله نتيجة حلوة قوي. كمية حلوة هتبقى بكوباية الدقيق وكوباية اللبن ما شاء الله. معلش صوت الجيران بقى يا جماعة معلش. كمية ما شاء الله حلوة قوي هتبقى. ودي اخر واحدة عندي طلع كمية حلوة ما شاء الله. Thank you.
يا حلوة أوي ما شاء الله. الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. كده خلصنا الكمية كلها ما شاء الله، هنسيبها تبرد ونشوف هنعمل ايه بعد كده. ودلوقتي حبايبي هنقرمش التورتاية بقى بالجميلة دي ان شاء الله. انا عندي هنا هو كريم جانتيه، كنت عاملاه قبل كده يعني. هنحط واحدة من دي من الكريب عليهم حبة كريم جانتيه ونفردها كده بالشكل ده. سهلة جدا ومفيهاش اي افتكاسات يعني، حلوة قوي. نظبطها كلها قد بعض، كلها بالشكل ده يا جماعة. هنعمل معاكم اتنين تلاتة والباقي اقعد بقى اعمله مع نفسي، هوريكم قبل ما اقفلها خالص شكلها عامل ازاي ما شاء الله. كده هنفضل نعمل الكمية كلها كده يا جماعة، تدينا شكل جميل وطعم احلى. انا دايما بعملها بس طبعا كنت ببقى تعبانة ما بقدرش اصور. كلها هنعملها بالشكل ده يا جماعه ونرجع لكم. ده منظر التورته يا جماعه، نبص منظرها عامل ازاي، طبقات فوق بعضيها وانا غلفتها بالكريم جانتيه. ودلوقتي هنحط نقرنشها ايه رأيكم في الجمال ده؟ طعمها حلو جدا. وانا بس ايه هدخلها التلاجة وان شاء الله لما هنيجي نقطعها هنوريكم الطبقات بتاعتها من جوه بتبقى عاملة ازاي. كده يا جماعة احنا قطعنا التورتاية بتاعتنا، شوفوا الطبقات عاملة ازاي جميلة جدا. انا حطيت لها، كنت عاملة مربة عنب فحطيت لها تجميلية كده العنب ده، هو منظرها جميل جدا وطعمها رائع رائع رائع. شوفوا المنظر من جوه عامل ازاي، يعني حاجة كده تحفة والله، يعني هتعجبكم قوي ان شاء الله. يعني ما شاء الله ما شاء الله، حاجة كده جميلة. شوفوا المنظر عامل ازاي، شوفوا المنظر، حاجة جميلة جدا جدا جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتعجبكم وقولوا لي رأيكم فيها، وبالصحة والعافية يا رب ان شاء الله.